السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خصو يتخاد من وراء الاكل هو البصل الطازج. لماذا؟ لان فيه الانزيمات واقوى الانزيمات اللي موجودين هو كيهضم، ما داكشي الناس كياخذوا اللحم بحال المشوي ولا حاجه كياخذوا معاه البصل الطازج. لماذا؟ هنا نعم هي 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 جيد. لماذا؟ لان البصل حامض يكون فيه حمضيات عضويه اللي كيزيدوا في حموضات المعده اللي كتهضم اللحوم. فيه كذلك انزيمات مثل الاوكسيدايز والدياستايز والكاتاليز. هذه الانزيمات هذه هي تساعد المعده، وهي انزيمات كتعطي الاش دو اود هذه اللي داخل الجسم، هذه اللي كيساعد على ليس على الهضم فقط، ولكن يساعد كذلك او يحمي من تكون الحصى في المراره. فالله سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره، يعني عفوا يعني كيف ما كان الحال مع الحديث كيجرنا لان المعطيات كثيره، ان سيدنا موسى ملي طلب منه بنو اسرائيل هذه الخضره انه استنكر. علاش؟ لان ماشي هذه خضر دونيه ابدا، هي خضر دونيه بالمقارنه مع ما كان ياكله بنو اسرائيل. ان الله سبحانه وتعالى اتاهم المن والسلوى، حاجه اللي اعطاها لهم الله ما كيعجنوا ما يدرسوا ما يحرطوا ما والو، يمدون ايديهم، حتى ان العلماء الان مختلفين في هذا المن والسلوى يعني. وهما جاوا عند سيدنا موسى كيطلبوا هذه الاشياء اللي كتخرج الارض. واذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. هذه الايه تعني دونيه الخضار بالمقارنه مع المن والسلوى. وهي ليست خضر دونيه ابدا، لان سيدنا موسى تنكر نعم، لانه يعلم ان المن والسلوى احسن من الخضر. ولكن هي باش نفسروا للناس، ان ربما بعض الناس يقول لك ودي هذيك راه ايه جات خضر دونيه لانها يعني الذي هو ادنى بالذي هو خير. لا، هنا دونيه الاشياء هذا الخضر بالمقارنه او مع ما كان ياكل، مع ما كان ياكل. هذا ما هي خضر، هذه اللائحه كلها خضر جيده خضر. وهي اللي كانت انذاك، وان البصل اصلي في التغذيه، وان هذه الاشياء اللي جات في هذه الايه هي كلها اشياء فيها فلافونويدات، ففيتامينات مضاده للاكسده، وفيها الياف خشبيه مثل الانيلين اللي هي تتخمر في الامعاء، وهي اللي كتساعد هذه البكتيريا الصديقه. كلمة بسيطة، أن البصل مطهر، أنه قاتل للجراثيم، وأنهم وجدوا في هذه الأهرامات وجدوا موميا من بين المومياءات، وجدوا واحد عنده بصلة تحت الإبط ديالو. عجيب. هذا يدل على أنهم كانوا كيحنطوا الموتى ديالهم بأشياء من جملتها البصل، والأشياء اللي كيحنطوا بها هي أشياء مبيدة للجراثيم، لأن الجراثيم هي اللي كتحلل الجثة. فالبصل كيحفظ الأشياء، وكان النساء مثلا اللي بغاو يحفظوا واحد الحاجة ولا يخزنوها تكون معها البصل، بحال ملي كيبغيو يرقدوا اللحم ويخليوه حتى مثلا اليوم الثاني عاد يطيبوه، يكون معها البصل يزيدوا شويه خل، يكون معها، لان البصل يقتل الجراثيم ولا يترك يعني هذيك الانتان، اللحم لا ينتنش ملي كيكون مع البصل. اكثر من ذلك، الى هيئوا عصير البصل ووضعوا فيه اللحم ممكن يبقى حتى اسبوع ولا اسبوعين، ما كاينش مشكل يعني ما يفسدش. نعم، لان البصل يحفظ هذه الاشياء، ولا يمكن للجراثيم ان تنمو على، سبحان الله، يعني هو الخضر الوحيد اللي الجراثيم لا تقربه الا الفطريات اللي كتفسد البصل. كاين ملي كيوصل واحد الوقت مع ليميديتين هذه الرطوبه، كاين واحد الفطريات كحلين كيشوفوناش اللون الاسود اللي كيخمجوا البصل. علاش؟ لان عندهم انزيمات اللي كيحلوا بها هذيك لا ماتريس، واحد هذاك المركب ديال البيكتات مع السيلولوز اللي كيضروا لي يعني كيحلوهم وتتخمج البصله، كتولي الماء ديالها اللي هي عليا الفساد والانتان كاين في جميع الخضر والفواكه. حتى الليمون كيلاحظوا الناس انها واحد الانتان ديال واحد الفطر ازرق كي ربما يغطي هذيك الليمونه كلها، هذيك البرتقاله كيغطيها كلها. فكل الخضر، ولكن البصل على الخصوص، خصوص بكتيريا لا يمكن ان تقرب البصل. وكاين الجراثيم المضره، لان الجراثيم الضاره هذه كلها جراثيم ديال الحقول لا تضر، جراثيم ديال الحقل لا تضر، هي ذوك فطريات الحقل. ولكن الفطريات الغذائيه التي تنبت اثناء التخزين هي فطريات يعني ربما تمثل او تفرز بعض السمنات لتوكسين لميكوتوكسين اللي كنسميوها احنا مايكوتوكسينات اللي هي سرطانيه طبعا. فهذه الخضر ديال البصل هي خضر الحمد لله أنها ثابتة في التغذية، ويجب أن تكون في التغذية، ويجب أن تستهلك 3 أو 4 مرات في اليوم، ولكن يجب الاستهلاك ديالها باش يتنبهوا ليه الناس، ماشي يذوقوا به الطبق ولا يبنوا به، ولا خاص يكون استهلاك كبير وضخم. كنفتخروا به يعني بتواجد مثل هاد الأشخاص في المغرب ديالنا، كنفتخروا بك أستاذ، يعني أشد الافتخار صراحة.
خارج داخل الموضوع استاذ اللي هو البصل، بغيت نسولك لان كنت سمعت لك انا في واحد البرامج ديالك انه اولا عندنا على حساب الفصول، يعني قلتي خصنا نتناولوا الخضار وداكشي على حساب الفصل ديالها، يعني ما خصناش ناخذوها مثلا من الفريغو ولا شي حاجه على حسب هذا الوقت اللي عندنا دابا. عندنا البصله الخضاريه وعندنا البصله الكركوبيه، يعني ما شكون هي اللي افيد الجسم استاذ؟ واش الخضاريه في هذا الوقت هذا؟ واضافه لهذا واش البصله يعني مطبوخه وطازجه اين هي اللي افيد هي الجسم بزاف بكثره؟ وصيفتي انا ممارس الرياضه ومدرب للرياضه، بغيت نسولك استاذ البصل واش مفيد للرياضه ولا لا؟ لان قريت في واحد المجله واحد المره على بان الرياضيين الكبار كيتناولوا هذا البصل هذا وكيستافدوا منه، وبغيت ناخذ هذه المعلومات من عندك يعني افيد واكثر ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا شكرا لك سي عبد الرزاق، جزاكم الله خيرا. هذه منطقه البروج، منطقه بني مسكين، جنوب سطات، الجنوب الغربي لمدينه سطات. هذه المناطق هي المنطقة اللي فيها السردي، باش نعطيو للناس فكرة على المملكة. يعني هذه بلادنا طبعا، علاش نتكلموا على هذه الأشياء ونعطيو فكرة على جغرافية المغرب. غير كان وقع لهم واحد المشكل أن ما بقاوش كيديروا الدجاج البلدي، ولاو عندهم واحد السنة ولا تعدم العقرب بكثرة، لأن الدجاج البلدي هو اللي كينقي هذا العقرب هو اللي كياكلها، وهم اللي ما بقاوش كيقرقوا هذا ولات بكثرة. وهذا خلل، يعني خلل في خصهم يرجعوا للدجاج البلدي. نعم، للاكل وكذلك للبيئه. يعني نعم يا سيدي الكريم، تكلمنا على هاد العمال اللي كانوا كيبنيو الاهرامات. ليس هناك رياضه يعني غادي تكون تناهز بناء الاهرامات، ماشي اللعبه يعني، يعني القوه تتطلب قوه كبيره جدا. والبصل من الاشياء اللي كتعطي طونس، هي اللي ما كتخليش العضله تعيا بسرعه، بمعنى ان الرياضات اللي كتستغرق ساعه او ساعه ونص بحال مثلا كره القدم ولا جميع الرياضات الاخرى اللي كتكون طويله بحال حتى العدو الريفي والاشياء اللي كتستغرق واحد الوقت طويل، هو كاين جوج المكونات اللي جيده هما الكرفس والبصل. والبصل يتكال هكذا ولا يتشرب، يتكال ولا يتشرب، ولكن ياخذوه الرياضيين ياخذوه بواحد نص ساعه ولا ساعه قبل ممارسه هذه الرياضه، نص ساعه ولا ربع ساعه، يعني حتى الهضم ما كيكلفش كثير المعده، لان ما فيش دسم ما فيش بروتينات. ويحاولوا الناس اللي كيمارسوا الرياضه يحاولوا يتناولوا اشياء طبيعيه احسن ما ياخذوا هذوك المقويات الاخرى، المقويات الاخرى اللي ربما تضر الجسم، لان عندها عواقب جانبيه وعندها اشياء يعني خطيره. يعني البصل افضل. نعم اكيد اكيد، نادي الرياضه حتى الفريق الوطني اللي يبغي ياخذ مباراه ياخذ البصل، ما مشكل، احنا عندنا اشياء ديالنا يعني. ويا للاسف هذه الاشياء هذه نحن ننقل اشياء من الغرب، وحتى هذوك الناس اللي كيمارسوا التنس الان كياخذوا الموز، علاش؟ لان في امريكا وفي اوروبا كياخذوا الموز، وعندنا في المغرب، احنا عندنا في المغرب احسن من الموز.